لم نهدف من هذه المسابقة إلى طبعا اكتشاف فنانين، على العكس تماما. ما أردنا فعلا في هذه المسابقة أن نربي هؤلاء الأطفال على المنافسة، المنافسة الشريفة، بحيث أن يحترم هذا الطفل الفوز لطفل آخر. فهذه التجربة طبعا قمنا بها، وإن شاء الله ستكون هناك دورية هذه في السنة القادمة، سيتم تطوير هذه المسابقة. والشيء الجميل بأن خريطة الفائزين في هذه المسابقة هم من جميع المحافظات. يعني حبيت أن أشارك بمسابقة ألوان وأفكار حتى أنمي موهبتي، وحبيت أنه شارك كتير فيها وعجبتني وأخذت جائزة 5000 ليرة من، وحبيتها كتير للمسابقة. ورسمت بنت وعم تلم قلوبه، والعبارة تعالوا نملأ قلوبنا بالمحبة لتعمر سوريا. رسمت جامعة وكنيسة وشمس مدورة على الكل، وناس ملائكة طائرين على السماء، وحبيت المسابقة كتير كتير. شاركت بالمسابقة إني بحب الرسم. أنا رسمت عصافير لأنه هن بيعبروا عن السلام، وبحب أنه دائما السلام بسوريا.